مساء الخير على كل مشاهدي برنامج حكاوي أنغام في كل مكان. في كل أسبوع هيكون معانا حكاية جديدة، وحكايتنا النهاردة هتكون عن الفن. الفن مهارة، خبرة، حرفة وإبداع. الإنسان استخدم الفن عشان يعبر عن مشاعره، يعني ما استخدموش لأنه حاجة أساسية. وبالرغم من ده بعض العلماء قالوا إن الفن حاجة ضرورية للإنسان، زيه زي المية والأكل. ربنا وهب كل إنسان موهبة بس كلها بدرجات. في مننا اللي قدر يستغل موهبته ويطورها، ومننا اللي نسيها. نجمنا النهارده قدر انه يستغل موهبته ويطورها. خلينا نخرج فاصل ونستقبل ضيفنا. الرجال في وقت الشدة وفي شدتي ما لقيت رجال، أول ما بتروح المادة الكل بيبدأ في الترحال. الرجال في وقت الشدة وفي شدتي ما لقيت رجال، أول ما بتروح المادة الكل بيبدأ في الترحال. اتعودت انا من يوم اشيل بكفوف همومي، ولا ليا حد وقف جنبي وبلري يوم صومي. اتعودت انا من يوم اشيل بكفوف همومي، ولا ليا حد وقف جنبي وبلري يوم صومي. انا صمت مصالحة، أنا صمت أنا عن الفرحة وعشت بروحي مسامحة، عمري ما شلت غل لحد ونفسي لنفسي مصالحة. ولما وقعت كسروني وباليدين غم عيوني، داسوا برجلهم علي فجأة لقيت موبايلي مات، توتي في الدنيا بعاني وهجرت الضحكة مكاني. واما وقفت انا على رجلي الكل عايف عنواني، توتي في الدنيا بعاني وهجرت الضحكة مكاني. ولما وقفت انا على رجلي الكل عايف عنواني. اه يا بشر قلابة بتعيش دور الصحابة، لما تكون الدنيا تمام ولما تدور تبقوا ديابة. عارف انا لعبكم واقدر في ثانية لعبكم، عارف انا لعبكم واقدر في ثانية لعبكم، بس بعامل رب الكون هو اللي خلصني منكم. وحقي راجع هنا عندي، انا اللي مدت لكم يدي، وانتوا اخدتوا مني كتير وما سبتوش غير هموم جبال. الشدة وفي شدتي ما لقيتش رجال، أول ما تروح المادة كله بيبدأ في الترحال. ورجعنا لكم من الفاصل ومعانا ومعاكم النجم محمود نجم، اللي انا شخصيا انبهرت جدا لما اتكلمت معاه وعرفت هدفه من اللي بيعمله. استاذ محمود اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن حضرتك تعرفنا على نفسك اكتر؟ انا طبعا انا محمود نجم،
طبعا حبيت الطرب وعشقته جدا، ومن زمان جدا بتمنى ان اغني، والحمد لله ربنا قدرني وعملت بعض الاعمال. طب تمام، ممكن تعرفني بقى مين اول حد اكتشفك؟ مين اول حد قالك انت صوتك حلو ولازم تغني؟ لا طبعا اول انسان اكتشفني الاستاذ ناصر عفضيل، حببني في صوتي، وبصراحه وسمعني كذا مره اني بغني، انا من وانا صغير بغني. تمام. عرفني طبعا الاستاذ محمود شلبي، ده طبعا شاعر ومخرج. تمام. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. يا رب. كتب لي بعض الكلمات، كتب لي الرجال وقت الشده. تمام. وكتب لي اعز احبابي. رجال وقت الشده، احنا كده كده بعد ما حضرتك هتخلص هتسمعنا حته منها. تحت امرك يا فندم. اتفضل. وطبعا الفضل كله يرجع للاستاذ اشرف عبد الرحمن في معهد الموسيقى. تمام. والاستاذ مجد ابو الفتوح. حضرتك رحت معهد الموسيقى؟ رحت معهد الموسيقى طبعا، وده شيء شرفني الاستاذ اشرف عبد الرحمن، لما سمع صوته وسمع شغلي بصراحه قال لي جميل جدا، وان شاء الله يعني ربنا يوفقك ان شاء الله، ان شاء الله يبقى في خير بمشيئة الله ان شاء الله. سمعنا بقى حته من الرجال وقت الشد. تمام. الرجال في وقت الشدة وفي شدتي ما لقيت رجال، أول ما بتروح المادة الكل بيبدأ في الترحال. الرجال في وقت الشدة وفي شدتي ما لقيت رجال، أول ما بتروح المادة الكل بيبدأ في الترحال. اتعودت أنا من يوم أشيل بكفوف همومي، ولا لي حد وقف جنبي وبلري يوم صومي. أنا صمت أنا عن الفرحة وعشت بروحي مسامحة، عمري ما شلت غل لحد ونفسي لنفسي مصالحة، ولما وقعت كسروني وبالإيدين غموا عيوني، داسوا برجلهم عليا وبدل الحمل حملوا أحمال. الرجال في وقت الشدة وفي شدتي ما لقيت رجال، أول ما تروح المادة الكل بيبدأ في الترحال. ما شاء الله. أنا أسلم. صوت حضرتك طبعا قريب لفنان كلنا عارفينه. هتسمعنا حاجة ليه طبعا، بس قبل ما تسمعنا للنجم محمد فؤاد أكيد. تشريف شرفني الأستاذ الكبير. ما شاء الله صوت حضرتك قريب منه جدا. شيء شرفنا وبسطنا طبعا. ممكن بقى تقول لي مين اكتر الناس اللي واقفين مع محمود نجم وبيدعموه وهم اللي بيديله دفعه ان محمود نجم يكمل؟ والله بجد يعني انا افضل الناس واللي بقدرهم جدا وبعزهم اخويا طبعا وحبيبي وصديقي ناصر. ناصر ده عشره عمري، فهو السبب في اللي انا فيه بصراحه. انا ملاحظه ان هو جاي مع حضرتك كمان النهارده. بشكره جدا بصراحه. والفضل يرجع للاستاذ محمود شلبي بجد بجد، ان راجل عظيم، شاعر محترم جدا، كتب لي الرجال وقت الشده، يعني كتبها لي بمعنى. طيب. ان حس في ان انا في ظروف، فكنت قاعد معاه في الاستوديو بحكي له على الوضع اللي انا عشته في حياتي. مأساة بصراحة، فقدت بعض الإخوة عندي. أنت قلت لي إن كل أغنية عندك كان ليها قصة معاك. لا قصة. أنا طب هي الرجال وقت الشدة دي كان إيه قصتها؟ الرجال وقت الشدة طبعًا أنا لما افتقدت إخواتي، كان ليا أخ عزيز عليا ناصر اللي أصغر مني، اتوفى الله يرحمه، وبعد منه أخويا الكبير. أخويا الكبير ده كان في مقام والدي. قعد مع الأستاذ محمود فقال لي، قلت له انا اقرب الناس ليا بالنسبه لقرايبي واهلي، ففي وقت الظروف اللي انا فيها ما لقيتش حد جنبي، ما حدش جنبي وبعوني خالص. قال لي لا، اتكلم في حاجه اسمها الرجال وقت الشده،
قلت له ازاي؟ قال لي لا، الرجال وقت الشده وفي شدتي ما لقيت رجال. اتكلم عن الرجاله صح، الرجاله الاصيله يعني، لدرجه قال لي مثل اسمه ربما اخ لن تلده امك. فلقيتها فيه وفي الاستاذ ناصر يعني، بصراحه هم حسيت ان هم صح اصدقائي، هم اعز الناس ليا. عملت اغنيه الرجال وقت الشده، اتكلمنا فيها، قال لي الرجال وقت الشده وفي شدتي ما لقيت رجال. اول ما بتروح الماده الكل يبدا في الترحال. تمام، يعني انتوا بتتكلموا بنتكلم اقترحنا حاجه من الاغنيه، اقترحنا ان نعمل الرجال وقت الشده. تمام، فبعد موضوع اخواتي طبعا عملت اعز احبابي، اعز احبابي راحوا مني، راحوا مني هدر، ضاعت كل حياتنا وفرقنا القدر. هنسمعها اكيد تحت امرك يا فندم. فالحمد لله. والاستاذ مجدي ابو الفتوح طبعا استاذي الكبير، حببنا في الموسيقى جدا. انا عامه انا لما دخلت الطرب دخلته كعباره عن ان اغاني بتتغنى عادي، فلقيته مش كده، لقيته احساس وموسيقى وايقاع. بس اهم حاجه الصوت الكويس برضه، بجد بجد برضه، بس الموسيقى نفسها اللي يحترم الموسيقى يؤدي يغني صح. انت ما شاء الله عليك، تسلمي يا فندم، كل اغانيك ليها هدف واغاني محترمه. ممكن بقى تسمعنا حاجه للنجم محمد فؤاد بصوتك؟ ممكن نقول غربه. تمام، اتفضل. ويلي من الغربه يابا، ويلي 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 ويلي، بعد سنين في الغربة شافوني قالوا لي جايب ايه من برا، قلت يا ريتهم لو سألوني انا في الغربة بكيت كم مرة، جبت حاجات من اللي يحبوها، جبت فلوس ويا ريت ياخدوها ويردوا لي شباب ضاع مني وسنين مت وهم عاشوها، علي بس يا ناس حاسديني، واش انا فيكم اسعد مني؟ انتم عشتم احلى سنينكم وانا في الغربة ما عشت سني، انا الكبير قبل اواني وبختي للغربة رماني، خدوا مني كل اللي جمعته وارجع صغير من تاني، انا راح عمري الم ودموع انا قضيتها سفر ورجوع، وان فكرت اضحك من قلبي قلبي الغربة يقول ممنوع، اتحملت يا ناس فوق طاقتي واتغربت في عز براتي، كتبوا لكل الناس عنوانها وانا كتبوا لي غريب في بطاقتي، تمن الغربة دفعته بدمي وسنين فيها بعيد عن امي، ولما نويت ارجع علشانها رحلت لاجلي تزود همي، مين في الغربة يا ناس مبسوط؟ مين على راحته ومش مضغوط؟ مين اتحدى يقول مش خايف انه بعيد عن بلده يموت؟ ياللي بتسعى عشان تتغرب وده نصيحة واوعى تجرب، كلها بدقة ببلدك واوعى من مشاوير الغربة تقرب. حاسة ان انا قاعدة قدام النجم محمد فؤاد. تسلم تسلم يا محمد. طيب محمود نجم كان قاعد مع نفسه فغنى فاكتشف ان هو صوته حلو، امتى ده حصل؟ لا الموضوع ده من زمان جوايا بصراحة، من وانا عندي 12 سنة. ما شاء الله. يعني بحب الطرب. في المدرسة بقى والصحاب. والصحاب. غنيت فحد قال لك ان انت صوتك. فالحمد لله طبعا انا بحب الطرب جدا بعشقه.
لدرجة كنت بسمع لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم والنجاة. فالحمد لله يعني الأستاذ مجدي أبو الفتوح وفاني وقواني شوية في الطرب ما شاء الله. في كل مشوار طبيعي بيكون في مشاكل وصعوبات، طبعاً. ايه الصعوبات اللي قابلت محمود نجم، وايه الصعوبات اللي بتقابلك عشان تحقق هدفك ونجاحك؟ صعوبات في الدنيا، ظروف الحياه، ظروف الحياه صعبه، ان مفيش طبعا كل مفيش واحد بياخد اللي في نصيبه. يعني انا الحمد لله ربنا كرمني بالولد والبنت وزوجها صالحه ما شاء الله، ربنا يخليك، وماشي بما يرضي الله. بس ضغوط الحياه صعبه مع الناس كلها. يعني انا طبعا انا لما فقدت اخواتي الله يرحمهم حسسوني بصعوبيه الحياه، ان حسيت بالمسؤوليه التامه عليا، والحمد لله ربنا بيقدرني وبيعويني على مشقه الحياه، وربنا يحفظ بلدنا طبعا ويقوينا ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. قول لي بقى، بما انك انت اغانيك ويعني واخده جنب لوحدها كده، كل اغنيه ليها عندك قصه، ليها عندك هدف، ايه رايك بقى في اغاني المهرجانات، خصوصا اللي بيكون فيها الفاظ يعني خارجه؟ لا، بالنسبه لاغاني المهرجانات الوان يعني فيها الاغاني، هو كده كده كلنا بقينا بنسمع اغاني المهرجانات. لا، بترجع للشخص نفسه. انا معلش، في بيئه في البيت انا بحب اسمع اغاني الكذا، في انسان بيحب يسمع اغاني، فما اقدرش احكم عليها انها حلوه ولا وحشه، دي بترجع للشخص نفسه. انا ما ممكن اسمع اغاني بص بقول لحضرتك، انا اسمع لعبد الحليم حافظ، اسمع الاستاذ محمد فؤاد، أيوة، اسمع النجاة، اسمع لكذا. فالجيل اللي طالع الوقت هو المهرجان، يعني واحد زي عصام صاصه طبعا، اللهم صل على النبي، ده جميل جدا، ما اقدرش اتكلم في حقهم حاجه. لا، مجالات كل واحد بياخد دوره. ما هو طبيعي كل واحد برضو، ما هو ما هي المهرجانات برضو متقسمه، ان في ناس كلامها برضو بيكون زي كلام حضرتك كده، يعني ناس برضو بتقول هدف في الاغنيه، وفي ناس بتستخدم المهرجانات دي انها بتقول الفاظ، يعني بما ان كل الطبقات بتسمعها وكل الفئات، ما ينفعش الاطفال انها تسمعها. ايه رايك في الناس دي؟ بترجع للشارع المصري، الشارع المصري فيه طبعا اللي بيسمع الاغاني المحترمه، وفي اللي بيسمع الاغاني اللي هي الشاذه شويه. اكيد. ما بقول لحضرتك ان احنا دلوقتي احنا مصر مفتوحه، الطرب، اللي بيغني شعبي، اللي بيغني رومانسي، اللي بيغني مهرجانات، اللي بيغني كذا. الاستاذ هاني شاكر حاول برضه ودخل في المجال دي جامد، حاول ان للكلمات السوقيه، لكن هو مش ضد الاغاني المهرجانات ولا حد ضد الاغاني المهرجانات. لا، هو ضد الالفاظ. انا عملت برضه اغنيه للمهرجان، انا عملت اغنيه بطيخ مهرجان، بس مهرجان محترم. ففي اللي بيحب يسمع الاغاني، اللي ما اقدرش احكم على الشعب المصري ان اقول ان الواحد لا ده اغاني وسخه، ده اغاني السوقيه، ده اغاني كذا. ما اقدرش احدد له بصراحه. اللي عايز يسمع اغاني محترمه بيسمع، بترجع للبيئه نفسها بتاع الشخص، اكيد للبيت نفسه، للاولاد نفسها. فما نقدرش، ما اقدرش احدد لك رايي ايه في المهرجان. المهرجان الوقت بيه عالمي، إيه افراح، في مناسبات، في حاجات كتير جدا. إيه اللي بيسمع اغاني محترمه في المهرجان؟ في كتير. طب ما انا الاغنيه المغربيه عملت اغنيه للمغرب، لاحبابنا الاشقه اللي في المغرب، اهداء الاستاذ محمود شلب، عامله المغرب وقال لي انا عايزك انت اللي تديه، وتحداني، قال لي ما حدش هيقول ولا قال يا استاذ محمود، قال لي لا انت اللي هتديه. فغنيت اغنيه لاشقائنا اللي في المغرب، برضو داخله مهرجان، بس برضو انا بغنيها يا مغربيه والله جننتيني، غنيتها مغربي. يا مغربيه والله جننتيني، فكلام يختلف عن كلام، ودي مهرجان. في مهرجان بقى تلاقي شله بقى وبتاع وكلام شاذ وحاجات زي كده، دول برضه لهم طريقهم، لهم متعشهم، فما نقدرش نغلط فيهم بصراحه ولا نقدر نتكلم عنهم. طيب سمعنا بقى اعز حبايبي. اعز حبايبي تحت. اعز احبابي راحوا مني، راحوا مني هدر، ضاعت كل حياتي وفرقنا القدر. عزي احبابي راحوا مني، راحوا مني هدر، ضاعت كل حياتي وفرقنا القدر.
يا أمي لمليميني في صدرك احضنيني فات عزيز عزيز عيني وقلبي قلبي ياهو انفطر يا أمي لمليميني في صدرك احضنيني فات عزيز عزيز عيني وقلبي قلبي ياهو انفطر وفرقنا القدر فرقنا فرقنا القدر فرقنا وفرقنا القدر فرقنا فرقنا القدر فرقنا كنت عايش أفراح اتحولت لجراح فين حبيبي راح وغاب عني النظر ساب لي الوجع وقلبي اللي اتوجع لو الزمن رجع هخبيه في القمر أعزي يا أحبابي راحوا مني راحوا مني هادر ضاعت كل حياتي وفرقنا القدر يا أمي لمليميني في صدرك احضنيني فقدت عزيز عزيز عيني وقلبي قلبي ياهو انفطر يا أمي لمليميني في صدرك احضنيني فقدت عزيز عزيز عيني وقلبي قلبي ياهو انفطر وفرقنا القدر فرقنا فرقنا القدر فرقنا وفرقنا القدر فرقنا فرقنا القدر فديت عز حبيبي ما شاء الله عليك. محمود نجم تحب تشكر مين يعني مين اكتر شخص وقف جنبك تحب تشكره من خلال البرنامج؟ طبعا انا قلتها طبعا من الاول الشكر الاول والاخير للاستاذ ناصر ناصر عبد الفضيل استاذ ناصر هو الشخص الوحيد المذكور النهارده وطبعا الملحن ساد الشعر الجبل ساد الشعر ده طبعا ملحن لي الاغاني بتاعتي ليه الفضل عليا برضه استاذ الكبير ومصطفى البوب ماسك مهندس التوزيع فالحمد لله ربنا يقدرني ان شاء الله وفي اعمال جديده نازلين فيها ان شاء الله ممكن عايزين تدينا كده اي حاجه من الاعمال الجديده انا مش عايز احرق الوقت بصراحه ف ربنا يقدرني حتى لو اسم الاغنيه لا اي حاجه عن الاغنيه الاغنيه الجديده طبعا كلمات الاستاذ محمود شلبي عايزين حاجه تكون يعني حصريه لينا احنا بس ما اقدرش انا مش عايز احرق انت انا برضو لسه فيه ان شاء الله فيلم جديد ان شاء الله نزل في اغنيتين فيه ان شاء الله فالاغنيه اسمها كراكيب كراكيب وراح كركب كراكيب عجيب واقول يعني. كلام عجيب فان شاء الله مش عايزين انا عايز اعمل لهم مفاجات وان شاء الله لسه في شغل جديد ان شاء الله ربنا يقدرنا ان شاء الله داخل مع عبد الرحمن بلاله ان شاء الله في اغنيه ان شاء الله شعبيه ربنا يقدرنا ان شاء الله وتحظى على اعجابكم بس لا لسه ان شاء الله في جديد جديد يعني مش كتير كتير ان شاء الله شغل حلو جدا ما شاء الله تسلمي لي وربنا يقدرنا ان شاء الله ونكون عند حسن ظنك ان شاء الله محمود شرفتنا ونورتنا في استوديو حكاوي انغام كنت مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده الله يسلمك وقبل ما اختم حابه بس ان انت تسمعنا حاجه كده اسمعك حاجه لمحمد فؤاد يا ريت ايه اللي غير طبعنا وخلانا كده تايهين ايه اللي وصلنا لكده وكأننا ديابة لازم نخاف من ربنا ليه كلنا طايحين ما بقاش في حاجة تهمنا وكأننا في غابة معقول نخاصم بعضنا ونفضل كده طايحين ونعيش بقيت عمرنا من أهلنا طايحين في حاجات كتير مش حقنا وبقينا بنعيشها معقول خلاص بندوس كده على ملحينا وعشنا حاجة بسيطة يا فندم وربنا قدرنا كده إن شاء الله حضرتك معايا النهارده متشكره جدا لحضرتك خلص وقتنا معاكم بسرعه وبشكركم جدا على حسن المتابعه واستنونا كل اسبوع في حكاوي جديده من استوديو انغام مع السلامه